السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده General Exam 19. أول سؤال بيقول لي Several villages, قرى عديدة in our Egypt, في صعيد مصر, have been A not by the recent floods. عايز يقول قرى عديدة في صعيد مصر تم عزلها بواسطة الفيضانات الحالية. طيب تم عزل يعني ايه؟ يعني isolated, يعني الفيضانات عزلت القرى دي. دي بروت دي معناها متأصل, وريليتد مرتبط بيه, وكونكتد متصل بيه. وين ذا وزر, عندما الطقس ووز باد, كان سيء. اي يوز تو ستي هوم, تعودت ان انا اجلس في البيت. اند نوت كوميك بوكس, وارى كتب كوميدية. الفعل اللي قبل أنت لازم يكون زي اللي بعد أنت. الفعل اللي قبل أنت لازم يكون زي اللي بعد إيه أنت. طب قبل أنت إيه؟ قبل أنت stay مصدر, يبقى بعد أنت برضو مصدر, يبقى read. To stay healthy, عشان تجلس بصحة. Cut down on coffee, يعني قلل القهوة. And cigarettes, والسجاير. And eat and not diet, وكل غذاء طبعا متوازن balanced. كلمة باونس يعني ينطف الكرة, وأناونس يعلن, وأدفانس متقدم. Not through the forest, خلال الغابة. زي so many beautiful trees, طب هو عايز يقول خلال الغابة. خلال الغابة ايه يعني؟ دورينج اولا ما بيجيش بعدها فعل اي ان جي, يعني ممكن يقول دورينج ماي ووك, انما ووكينج كده غلط. يبقى دورينج ووكينج غلط, لان دورينج ما بيجيش بعدها فعل اي ان جي. يا اما يقول لي دورينج ماي ووك, يا اما يقول لي وايل ووكينج. وايل ماي ووك كده غلط, وايل ما بيجيش بعدها اسم, وايل بيجي بعدها فعل اي ان جي, يبقى يقول لي وايل ووكينج, او يقول لي وايل اي ووز ووكينج, او وايل زي وير ووكينج. طيب ذا ووك كده المشي ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ لانه عايز يقول المشي ده اسمه ووكينج, مش ذا ووكينج. طيب مش ذا ووك, ووكينج, يبقى ووكينج بس. طب ووكينج دي معناها ايه؟ دي معناها اسم فاعل, اسم فاعل يعني اثناء المشي في الغابة. فيرمز, الشركات تراي تو انكريز زير سيلز, شركات بتحاول ان هي تزود مبيعاتها. باي نوت زير برودكتز, ان هي بتعزز او بترقي او يعني تعمل ترقية, يبقى بروموتينج المنتجات بتاعتها. بروتكت يعني يحمي, وبريدكت يتنبأ, بروتست يحتج. وي تشيكد ان ات ذا ايربورت, احنا فتشنا في المطار. نقط اور بيفور اور بلين توك اوف, قبل ما تقلع الطائره. يبقى هو عايز يقول لمده ساعه. طب كلمه اور دي عايز اقول ساعه, يبقى اقول له ان اور. طب ليه ما قلتش ايه؟ ما في اتش اهي, ما الاتش ما تنطقتش, انا عايز الصوت. طبعا الصوت متحرك ياخد ان, ماليش دعوه بالحرف. if the engine overheats, لو الموتور سخن. not it off and don't start it again, اطفيه وما تشغلوش تاني. until it has cooled down, لحد ما يتم تبريده. طيب يطفي يعني ايه؟ انت عندك حرف الجر اوف اهو, يبقى يطفي تبقى تيرن اوف او سويتش اوف, يعني رقم بي وسي يعني رقم دي. رقم 8, children usually start to learn. learn بيجي بعدها طول مصدر, يبقى to walk. I am really not because of all the problems I am having at present. وعايز يقول انا مضغوط بسبب المشاكل
اللي انا بواجهها في الوقت الحالي. مضغوط يعني ايه؟ يعني انا وقع عليه تأثير الضغط، يبقى الصفة فيها ايه؟ دي يبقى استرس. ما الاستريسفول، الاستريسفول دي ضغط، ضغط توصف المشاكل نفسها. رقم 10، this time next week، في هذا الوقت الأسبوع القادم، my father not to South Africa، أبي هيكون بيعمل شيء. لما يقول لك this time، في هذا الوقت، this next week، يبقى ده كده زمن مستمر، زمن مستقبل مستمر، يبقى will be flying، أبويا هيكون بيعمل حاجة. is there any more milk، هل في أي لبن؟ قال له no not at all. نو نقط ات اول، لا مفيش على الاطلاق. طيب لا مفيش، انا عايز كلمه مفيش. مفيش يعني نان. ايتش مش نافعه، لان ايتش عايزه اسم يتعد بس مفرد. اول ما ينفعش اقول نو اول. ماتش مفيش حاجة اسمها نو ماتش، في حاجة اسمها نوت ماتش. in order to learn، لكي تتعلم، the job will، الوظيفة كيدة، you have to go through، يجب ان ايه go through. كلمة go through يعني ايه؟ يبحث او يراجع بدقة او يؤدي او يقوم به. go through several months of training، يعني تقوم بتدريب لمدة شهور عديدة. The underlined phrasal verb here means، معناها ايه بقى الكلمة دي؟ معناها experience. experience يعني مر بخبرة، مر بتجارب. you always take things، انت دايما تاخد الاشياء تو سيريسلي، بجدية. try to enjoy life، حاول ان انت تتمتع بالحياة. طيب هو جايب لي اتمتع بالحياة اكتر ولا اقل؟ الراجل بيقول لي مور. طيب ليس تخرج برا، ليس تخرج برا لانها مش مطابقة للمعنى، انا عايز اكثر. يبقى طيب a bit more ولا slight more؟ والراجل بيقول لي كلمة مور دي من الصفات اللي هي ايه؟ اللي هي صفات المقارنة، بتتقوى بكلمة ابت. صفة المقارنة بتتقوى بكلمة ايه؟ ابت او ماتش او اليتل. the sound not was poor، الصوت ايه كان سيء. so we couldn't fully enjoy the concert، ما قدرناش نتمتع بالحفلة. يبقى جودة الصوت، عايز يقول جودة. جودة يعني ايه؟ يعني quality. طيب quantity كمية، و quality مساواة، و qualify يعني يؤهل. 15، which of the following sentences is punctuated correctly، مين في دول تركيب بتاعهم صحيح؟ بدأ لي بظرف، طالما بدأ لي بظرف يبقى لازم بعد الظرف كوما. خدها قاعدة كده، يبدأ بظرف يبقى بعد الظرف ايه؟ كوما. طيب هنا بدأ في ايه؟ بدأ الظرف وكوما. طيب انت جايب السي كابتل ليه؟ ما احنا اصلا ده دي تكملة الجملة، ما هياش بداية جملة جديدة، يبقى رقم ايه غلط. طيب رقم بي، رقم بي بيقول لي will can you post this letter for me مجدي، وعمل قبل مجدي الكوما وحط علامة الاستفهام كده صح، رقم بي صح. طيب رقم سي، ويل انت ما جبتش بعدها كوما، وانا قلت لك بعد الظرف يجيب كوما. طيب رقم دي، ما جبتش قبل مجدي الكوما اللي هي يا مجدي، ما جبتهاش. رقم 16، الراجل بيقول لي تو انتروديوس اسامر، عشان تقدم ملخص اوف ذا مين بوينتس، النقاط الاساسيه. وي كان يوز، نقدر نستخدم. الملخص ده بيبقى موجود فين؟ الملخص ده بيبقى موجود في الكونكلوجن، يبقى اقول له تو كونكلود. طبعا كونتراست، ان انا اقدم فكرتين عكس بعض.
on the other hand ان انا اجيب فكرة عكس التانية. begin ان انا ابدأ. which of the following is the best topic، مين في دول افضل موضوع sentence for the following topic، الجملة دي مين افضل جملة اساسية للباراجراف ده يعني. for example a person can have breakfast، الشخص يقدر يتناول الفطار in New York في نيويورك، وبورد ان ايربلين على متن الطائرة، and have dinner in Paris ويتناول العشاء في باريس، a business woman in London can instantly place an order، تقدر تعمل طلب لحظي with a factory in هونج كونج في هونج كونج by sending a fax بإرسال الفاكس. furthermore لو على ذلك school boy التلميذ in طوكيو في طوكيو can turn on يقدر يشغل تي في and watch a baseball game being played in Los Angeles، يشاهد بيسبول تتعمل في لوس أنجلوس. يبقى ده العنوان ده بقى التوبك سنتنس بتاعته ايه. ايربلينز طائرات have changed our lives، احنا مالنا ومال ايربلينز، ده انت ايربلينز ذكرتها مرة واحدة في الاول مكنتش جبت التلميذ ومكنتش جبت النساء، ده انت كده الموضوع ابعد من كده. طيب advanced in technology have made the world seem smaller، التكنولوجيا المتقدمة خلت العالم أصغر. هي دي. ليه بقى هي دي مش الأولى؟ لأن الأولى بتتكلم على الإيربلين بس، الطائرة بس، إنما أنت دلوقتي كلمتنا على الفاكس وكلمتنا على الولد اللي بيشوف في التلفزيون مباراة تلعب في لوس أنجلوس، وبتكلمني على إن هو يقدر يتناول الفطار في لندن ويتعشى في باريس. بكده انت كلمتنا على كذا حاجة، يبقى كلمتنا عن التكنولوجيا عموما، ما كلمتنيش عن الفاكس ولا لوحده ولا التلفزيون لوحده ولا الطائرة لوحدها. نيجي بعد كده لأسئلة الترجمة. بيقول لي إذا ذهبت على مقارنة نفسك بالآخرين، فينا إذا ذهبت إذا قارنت طب هي ذهبت ولا قارنت؟ if you go on comparing، go on comparing يعني قارنت، بذهبت تطلع بره، go on comparing. go on comparing يعني قارنت، مفيش حاجة اسمها ذهبت على مقارنة، يبقى إذا قارنت نفسك طيب بغيرك باستمرار، يبقى فضل عندي بي والسي ودي، فلن تجد هنا فلن تجد، فستجد فلن تجد، هي فلن تجد ولا فستجد؟ you want to find، وانت فايند يعني لن تجد، يبقى كلمة ستجد دي تطلع بره، يبقى فلن تجد فاضل بي ودي، وستشعر بالإحباط ولن تستمتع بالحياة، ولذلك أشكر الله على ما لديك، فينا لديك؟ فينا لديهم؟ طيب هي لديك ولا لديهم؟ لديك ولا لديهم؟ you have يعني لديك، you have يعني لديك، يبقى لديهم تطلع بره، يبقى الإجابة بتاعتي رقم سي، رقم بي اللي هي لديك. الترجمة اللي بعد كده بتقول لي ربما يكون تعلم الذاتي ذا فائدة لمن لديه الوقت، هنا بيقول لي لمن لديه الوقت، وهنا لمن ليس لديه الوقت، لمن ليس لديه الوقت، لمن ليس لديه الوقت.
ولديه ولا ليس لديه؟ don't have the time، ليس لديه، يبقى لديه لمن لديه تطلع بره. بفضل عندي بي وسي ودي. للتسجيل في دورات غير رسمية، في هنا غير رسمية ورسمية ورسمية. طيب غير رسمية ولا رسمية؟ قال لك فورمال، فورمال يعني رسمي، يبقى غير رسمي يطلع بره. فضل عندي سي ودي. وكذلك لمن لا يستطيع ان يسافر لمكان معين، في هنا مكان معين وفي هنا مكان عام. قال لك specific location، specific location يعني مكان معين، يبقى مكان عام تطلع بره. يبقى فاضل عندي رقم ايه؟ رقم سي. رقم 36 بيقول لي most of the cities، في هنا cities 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 sites، مدن ولا مواقع؟ الراجل قال لك مدن، يبقى مواقع تطلع بره. in Egypt face a shortage a shortage of space to build new houses since people from villages migrate to فينا تو، يهاجر الى تو، وفينا تو وفينا from. طب هي يهاجر الى ولا يهاجر من؟ هجرة الناس من يبقى من ايه؟ من القرية الى المدينة. خلي بالك من القرية الى المدينة. طيب migrates to cities، يبقى هو مش هيهاجر من المدينة، هو هيهاجر من القرية الى المدينة. يبقى from تطلع بره. خلي بالك ان from معناها من، بس هو بيقولك من المدينة، لا انا عايز من القرية الى المدينة. يبقى كده رقم C ورقم D بره. يبقى two cities from villages to cities. طيب in two cities in search of more good، هنا in search of better opportunities، وهنا more good opportunities. طب هو الراجل قال لك ايه؟ بحثا عن فرص افضل، فرص افضل، فرص افضل يعني better opportunities. طيب more good opportunities، مفيش حاجه اسمها more good opportunities. ليه؟ لان more ما بتقويش الصفه العاديه. يبقى انا عندي رقم ايه؟ مور اولا دي بتيجي بعد صفة الايه، صفة الصفة الطويلة، وجود دي صفة قصيرة. يبقى رقم ايه هي الاجابة الصحيحة؟ keeping the environment clear، فينا clear clean clean clean. طيب clear واضح وclean نظيف، والراجل بيقول لك نظافة، يبقى كلير تطلع بره. فضل عندي رقم بي وسي ودي. هاز بيكام اماست زير فور individuals should cooperate with the government to create، في هنا healthy environment و environment healthy
و فيفسي انفايرومنت. طيب الراجل عايز ايه بقى؟ الراجل بيقول لك ايه؟ من اجل خلق بيئة صحية. بيئة صحية. طب بيئة صحية يعني ايه؟ يعني هيلسي انفايرومنت. هيلسي انفايرومنت يعني رقم سي تطلع بره غلط ورقم دي تطلع بره غلط، يبقى الاجابة رقم بي. وكده نكون خلصنا الامتحان رقم 19، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.